السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم اخواني صور لكم شجرة الكركم، الكركم الاخضر. طبعا كثير منا يستعمل الكركم في الطبخ ولا يعرف شكله. هذه شكلة الكركم، طبعا زرعته من الكركم نفسه بس يكون خضر، يعني ما يكون مجفف. تزرعه هذا تقريبا من تقريبا 4 أو 5 شهور. هاي الشتلة بعد ما تجف نحفر مكانها تحت، نحصل الكركم. هذا هو الكركم، طبعا حجمه مش كبير لان شكل الشجرة مش كبير، حجمها مش كبير. الباقي بخليه يكبر، بس هذه لانها جفت قلت بشوفها من تحت. شوف هذا التبرعم جديد، تبرعم زنجبيل الكركم الجديد. طبعا بعد ما نغسله يطلع لنا الكركم يبين. شكرا.